أعزائي المشاهدين، تتعدد مواسم الخير وتتكرر الفرص. نلتقي في موسم آخر من مواسم الخير والعطاء، ندخل بيوت الضعفاء والمحرومين، نعرض قصصهم، ننقل همومهم وأحزانهم. الله لا فرقة علينا ولا عليكم، ما وشعوا شاشكم بالأحسان، يعطينا ويعطيكم العافية إن شاء الله. شعراك الجيل اللي قدمني لا للمولانا المسلمين اللي جابوا لنا شيء. قالوا نعم مولانا معلوم. هي فرصة لمواساة الفقير والضعيف. والله الحمد لله وفق الله في تلفزتنا للخير، يختاروا إنسان يكون مريض جدا وفقير جدا، يقدموه للمحسنين والمحسنات. نسأل الله أن يتقبل صدقاتنا وصدقاتكم وأن يجعل خير بأيدينا وأيديكم إلى يوم الدين. ينتظرون في النسخة السابعة من برنامج ويؤثرون على أنفسهم في رمضان يوميا على شاشة الموريتانية.